بسم الله الرحمن الرحيم. قطر النادي الاهلي مع فايلر ما بيقفش، يلعب في القاهره، يلعب في اسكندريه، يلعب في اسوان، القطر ماشي وبيزيح اي منافس قدامه، مش بواحد او اتنين، لا زاح باربعه. وبعد كده كمان النهارده انتصار كبير للنادي الاهلي على اسوان، الاسبوع الثالث للدوري 5-1، واداء برضو اكثر من رائع، مميز مع النادي الاهلي مع فايلر، مش بس انه بقى بيكسب بنتيجه كبيره، لا نتيجه كبيره واداء. طيب ايه النهارده اللي فايلر كان مجهزه لاسوان، خصوصا ان اول مره النادي الاهلي بيلعب مع فايلر الساعة 3 في درجة حرارة 43 درجة مئوية، جو صعب. احنا متعودنا على فايلر في ترند يلا كورة، كنا بنشرح في المباريات اللي فاتت انه دايما بيلعب بهاي لاين ديفنس وبيطلع الدفاع بتاعه متقدم، ممكن كمان يوصل لغاية نص ملعبه. طيب النهارده فايلر عشان ينقذ لعبته من الاجهاد ومن التعب في 90 دقيقة في درجة حرارة 43 يعمل ايه؟ ببساطة وقف خط الدفاع الرباعي بتاعه قدام منطقة جزائه وخلى جونيور اجاييه وقفشة يقابله من هنا من عند خط الوسط. ممنوع تماما على لعيبة النادي الاهلي انها تروح هنا، ممنوع انك تضغط بطول الملعب هنا. ليه؟ ببساطة عشان ما يخليش اللعيبة تعمل جهد عالي ويستنفذوا طاقتهم خلال الشوط الاول او خلال المباراة في الشوط الاول بس. وبالتالي شفنا النادي الاهلي بيلعب بأريحية كبيرة، النادي الاهلي بيلعب دفاع من عند، مش هقول ما اقدرش اقول زون ديفنس، ولكن هو دفاع كومباكت ضاغط شوية بيقف في نص ملعبه. نادي اسوان ما عندوش ادنى مشكله انه يطلع بالكوره، عنده حريه يطلع بالكوره لغايه هنا بس. اول ما نادي اسوان كان بيعدي بالكوره لهنا على طول كنت تلاقي الدبل بريس على اي لاعب يطلع بالكوره اسوان. عشان كده نادي اسوان في الشوط الاول زمن استحواذه اللي انا حسبته للكوره في الهجمه الواحده كان متوسط من 6 ثواني ل 8 ثواني. اذا في اي هجمه طالت شويه مثلا ل 15 ثانيه كانت تبقى الكوره في نص ملعب، ما عندكش ادنى مشكله انك تمرر الكوره هنا. ودي النقطه، اول نقطه عملها فايلر عشان يحمي بيها لعبته من الاجهاد البدني. طيب ايه تاني النهارده فايلر قدمه لينا كشغل فني وتكتيك عشان يقتحم الدفاع اللي كان عامله الكابتن مجدي عبد العاطي مع اسوان؟ هو الدور اللي كان عامله حسين الشحات ورمضان صبحي. طبعا متعودين دايما ان حسين ورمضان دايما بيستغلوا استلام الكوره على الاطراف، الكلمه اللي احنا دايما بنقولها بيعمل ستريتشنج للملعب، بيستلم الكوره من هنا. لكن هل النهارده رمضان لما كان بيستلم الكوره كان بينزل بيها لجوه او لبره؟ كان بينوع. فشفنا كتير النهارده من رمضان، في الاول خالص خد لعيبه نادي اسوان ودخل بيهم من على الخط، بعديها غير وعمل الاختراق العرضي اللي احنا شفناه في ماتش الانتاج الحربي، برضو نفس الكوره دي عملها حسين الشحات بس كان اللي ساعد فيها محمد هاني. حسين الشحات بقى كان بيخش يلعب من جوه عشان يسيب المساحه لمحمد هاني ياخد هو الطرف. وبالتالي شفنا في شغل كتير جدا من حسين الشحات ورمضان صبحي النهارده من على الاطراف، وبرضو نفس السيستم اللي بيعملوه كل ماتش، بيعملوا شيفتنج من الجبهه اليمنى للجبهه اليسرى عشان يخلخلوا دفاع اسوان. وطبعا مش عايز انسى الجهد اللي بيعملوه برضو النادي الاهلي بيعمله في ادارات سبتاب. نقطه مهمه انا عايز اتكلم عليها جدا جدا، وهي الهدف الثاني للنادي الاهلي. تعال نبص على التركيز بقى. حمدي فتحي وصل لغايه المساحه دي وقدر ان هو يشوط من هنا، تخيلوا التسديده بيرفكت، تسديده ممتازه جدا جدا. اجاي معاه مدافع، عمل ايه اجاي عشان النهارده يبقى في نسبه احتمال بسيط ان مصعد عوض ممكن يصد الكوره؟ وبالتالي فعلا مصعد عوض تالق تماما في كوره الهدف الثاني وصد تسديده حمدي فتحي. طب عمل ايه جون اجاي؟ وقف مع المدافع عشان ما يقعش في مصيدات السلو. الاحلى بقى اللي عمله حسين الشحات. حسين الشحات بصوا على لقطه الهدف دي، هتلاقوا اول ما الكوره نزلت لاجاي هنا اهو، هو ستوب وقف ما اتحركش. ليه؟ عشان لو في احتمال ان الكوره ترجع تاني من مصعد عوض هو كمان ما يقعش في التسلل. كل ده يا جماعه، كل ده اللعيبه ذهنيا مركزه. هنا مش تكتيك، ده مش تكتيك، لا اللعيبه مركزه، اللعيبه واصله لاعلى درجات التركيز اللي بتخلي حسين الشحات رغم ان الكوره سريعه جدا وممكن طبيعي جدا كاي لعيب يبدا يخش يقرب من جوه عشان ياخد الكوره، لا استنى لغايه لما الكوره جات له. طبعا كان مصعد عوض وقع على الارض وبالتالي جات له الكوره في المنطقه دي، حطها بسهوله جدا في المرمى الهدف الثاني. شوفوا تحركات لعيبه النادي الاهلي، ما بنتكلمش على تكتيك، لا بنتكلم ان اللعيبه ذهنيا في قمه تركيزها وبالتالي ما بيقعوش في الاخطاء. الشوط الثاني النادي الاهلي جاب 3 اهداف زياده على الهدفين اللي جابوا في الشوط الاول، رغم انك تحس ان اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني كان بدنيا اقل من الشوط الاول. اللعيبه ما بتعملش مجهود كبير، ده بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتلعب مرتاحه، بتلعب كوره سهله. شفنا قفشه لما عمل الوان تو بتاع ركله الجزاء
ما عندوش ادنى مشكله. 1 2 سريع وبيخترق دفاع اسوان وبيقدر يجبر المدافع ان يعمل معاه البنالتي. وحتى بعديها كمان في الهدف الخامس رمضان صبحي ال1 2 بياخده بيرقص وبيعمل الفوت وورك بتاعه. اول مره اشوف رمضان صبحي من فتره بيعمل فوت وورك على الارض مع لعيبه وبياخده بترقيصه مش بياخده بانطلاقه. احنا دايما قلنا ان رمضان صبحي من ساعه ما رجع من انجلترا بيعتمد في الانطلاقات على الجهد البدني على قوته البدنيه. الكره بتاعت الشوط الاول انا شرحتها من شويه هنا اهو، هو واخد مدافع اسوان كتف بكتف. انا هخش معاك في لعبه ثنائيه جسديا، ليه؟ عشان انا اقوى منك فبالتالي اقدر امر منك. لكن احنا كنا عارفين رمضان صبحي دايما بيعتمد على المهاره، لكن طبعا بعد ما راح انجلترا مع هيدرسفيلد تدريبات في هيدرسفيلد الانجليزي زودت الماسلز عنده، فبالتالي الكتله العضليه عند رمضان صبحي عليت، فغصب عنك لازم الفلكسبيليتي بتاعه جسمك تنزل، فانت ما عندكش القدره انك ترقص زي زمان. ليه؟ ان عضلاتك زادت، فبالتالي رمضان صبحي لحد ما بيرقص بقوته البدنيه اكتر ما هو بيرقص بالحرفنه اللي احنا معتادين عليها. النادي الاهلي كسب 5-1، الانتصار ثالث على التوالي، انتصار مقنع لفايلر. يتبقى بس بالنسبه لي مباراه القمه في الاسبوع الرابع، اشوف هل فايلر فعلا اداؤه اللي قدمه قدام نادي الزمالك في السوبر كانت البدايه المشجعه الحماسيه من اللعيبه مع مدير فني جديد، ولا فعلا الراجل ده ماشي على سيستم واحد والقطر ولا بيقف في سوبر ولا بيقف في الاسبوع الرابع. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، يلا كوره وتحليل ماتش الاهلي. We'll be right back.